في بيت لحم احتفل المؤمنون في كنيسة مغارة الحليب بعيد جميع القديسين، وذلك خلال قداس احتفالي أقيم في ذات الكنيسة، حيث دعا المصلون لأن يرفع الله الشدة عن مواطني غزة والأرض المقدسة ووقف الحرب الدائرة في القطاع بشفاعة القديسين. مع كل ما نعيشه في هذه الأيام العصيبة من الحرب والخوف والأزمات والإغلاقات ما بين المدن الفلسطينية والحرب التي تحصد الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين في الوطن عامة وفي غزة خاصة، سيبقى عزاؤنا الوحيد هو الصلاة. فالصلاة دائما هي سلاحنا الأول والأخير التي نتمسك بها، وما زالت الصلوات والتضرعات ترفع كل يوم في الكنائس لترتفع إلى السماء. ففي كنيسة مغارة الحليب في بيت لحم اجتمع بعض المؤمنين ليحتفلوا بعيد جميع القديسين حول مذبح الرب ليطلبوا شفاعة القديسين. ترأس الأب رامي عسكرية كاهن رعية سانتا كاترينا القداس الإلهي الذي أشار بوعظته بالتمسك بالصلاة، لأن لا عون لنا إلا الله في هذه الأيامات العصيبة. في هذه الكنيسة صلى المؤمنون وطلبوا شفاعة القديسين. صلوا للسلام، صلوا للسلام بالعالم ووقف الحرب. عملنا 3 أداديس بعيد جميع القديسين، 2 بكنيسة قديس كاترينا الرعوية، 1 في مكان اللي مغارة الحليب اللي بيذكر سلطانة جميع القديسين أمنا مريم العذراء، نطلب شفاعتها في هذه الظروف الصعبة لأجل السلام في بلادنا وتوقف الحرب في غزة. ربنا يعزي الضحايا، أهالي الضحايا، ويعزي كل واحد تشرد بسبب هاي الحرب، ويحل السلام بما شفاعتها وشفاعة جميع القديسين. القداسة هي دعوتنا اللي أخذناها منذ ولادتنا الروحية منذ العماد، كلنا مدعوين نكون أداة تنشر محبة الله وهياكل للروح القدس، ونسبحه من خلال أعمالنا وعلاقاتنا مع الآخرين. اليوم هو محطوط حتى نتذكر هذه الدعوة اللي كل إنسان مدعو إلها، واللي إذا بعيشها حياتنا بتصير كلها نور وفرح وسلام بالرب يسوع المسيح. فيا جميع القديسين صلوا لأجلنا، فجميعنا بأمس الحاجة لشفاعتكم. تضرعوا لنا لكي يسود السلام بأرض السلام. للنرسات مارلين الحدوة من كنيسة مغارة الحليب بيت لحم.